نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح ولد الابن أن يسلم على زوجة جده؟ زوجة جده؟ نعم. يصح. وجد جده؟ نعم. أين؟ زوجتها غير المظلومة. ها؟ غير جدته يعني. أين لا جدته؟ لأن الأصول وإن علوا زوجاتهم من محارم أحفادهم وأسباطهم أيضا. بهذا المناسبة أقول لكم بارك الله فيكم، إذا تزوج الإنسان امرأة، إذا تزوج امرأة صار أصله محرما لها. من أصله؟ الآباء والأجداد وإن علوا، وصار أبناؤه محارم لها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته محارم لها، وصارت أصول الزوجة من محارم الزوج، يعني أمهاتها وجداتها. هذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها الحكم. الرابع فروع الزوجة، يعني بناتها لا يكون الزوج محرما لهن حتى يدخل بأمهن، كما قال عز وجل: وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم.